السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة، دي هو تايت، دي هو تايت اللي هو التوقيت. قبل ما نتكلم عن التوقيت الساعة يعني، لازم بنعرف الأعداد من 1 لغاية 59، عشان هقول مثلا الساعة دلوقتي 3:15 دقيقة، 42 دقيقة، 6:52 دقيقة، يبقى أنا محتاج إن أنا أعرف الأرقام كمقدمة كده للدرس من 1 لغاية 59. نبدأ كده بالصفر، ندخله معانا 0 0. طبعا احنا خدنا الأرقام قبل كده، هنسترجعهم كده بسرعة. 1 2 3 دغاي، فيا فيا، فنف فنف، زكس زكس، زيبن زيبن، اخت اخت، نوين نوين، تسين تسين، الف الف، تفلف تفلف. نبدأ بقى 13، دغاي تسين دغاي تسين، فيا تسين فيا تسين، فنف تسين فنف تسين، زيش تسين زيش تسين، زيب تسين زيب تسين، اخت تسين اخت تسين، ناين تسين ناين تسين، تفان تيش تفان تيش، دغاي تيش دغاي تيش، فيا تيش فيا تيش، فنف تيش فنف تيش. عايزين مثلا نقول 45 عادي خالص، برضو اتكلمنا عليها قبل كده، يبقى فنف اند فيا تيش، فنف اند فيا تيش 45. وعملنا فيديو كامل عن الارقام فقط، ادينا بنسترجع الارقام. طيب لو قلت 25 يبقى فنف اند تفان تيش. طب لو قلنا 32 هنقول طبعا الاثنين الاول، تفاي اند دغاي تيش. طيب لو قلنا 51 طبعا هنقول الواحد الاول ونحذف حرف الاس، يبقى اين اند فنف تيش. طيب ندي رقم كده ونشوف ده رقم كام. لو قلت دغاي اند دغاي تيش دغاي اند دغاي تيش. طب لو قلنا زكس اند فيا تيش، نشوف كده دغاي اند دغاي تيش، كلمة دغاي اللي هي 3 ودغاي تيش اللي هي 30، يبقى 33. زكس اند فيا تيش زكس اند فيا تيش، زكس يعني 6 وفيها تيش يعني 40، يبقى 46. يبقى احنا كده عرفنا الارقام. نبدأ بقى نخش على التوقيت، هنعرفه ازاي. الاول اعرف الاول ازاي بسأل عن التوقيت، السؤال اداة الاستفهام يعني اللي بتستخدم مع التوقيت. يعني عايز اقول له واحد الساعة كام. في عندي سؤالين، في شبيت است اس، اول سؤال في شبيت است اس، في شبيت است اس يعني الساعة كام. وفي عندي سؤال تاني، في فيل هو است اس، في شبيت است اس، في فيا اور است اس، الاثنين معناهم كم الساعة. قابلت واحد مش عارف الساعة كام، فبتسأله عن التوقيت، بسأله عن الساعة.
بقول له في شبيت است اس او في فيل اور است اس. في عندي صيغتين، في عندي صيغه رسميه وصيغه غير رسميه في الساعه. نبدا الاول بالصيغه الرسميه. في الصيغه الرسميه، في الصيغه الرسميه بنقول الارقام بالظبط، وهي الصيغه الاسهل للي حافظ الارقام من 1 لـ59. ما عليك ان انت بتحط رقم الساعات ورقم الدقائق وبتحط في النص بينهم كلمه اور، هي دي الصيغه الرسميه. ندي مثال على الكلام ده. يعني لو قلت دلوقتي الساعه بالصيغه الرسميه 8:05، اول حاجه بقول كلمه اس است، يبقى كلمه اس است يعني انها تكون او الساعه تكون، واكتب رقم 8 واكتب رقم 5 واحط بينهم كلمه اور وخلصت الدنيا. فكلمه 8 يعني ايه؟ يعني اخت، جميل جدا. طب كلمه 5 يعني ايه؟ بعيد كده فنف، واحط بينهم كلمه هو اسيست، اخت هو فنف، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. دي بنتكلم عن الصيغه الرسميه. طب ناخد واحده كمان، لو قلنا الساعه 9:40 هقول اسيست زي ما اتفقنا ان الساعه، ببدا ب اسيست 9:09 اللي هي 9. طب 40 يعني ايه؟ فيا تسيش، فيا تسيش، وبحط بينها بينهم كلمة اوا اسيست 9 اوا فيا تسيش. طب لو قلنا الساعة 1:50 هنقول ايه؟ اسيست اين هو، وهنتكلم دلوقتي بالمناسبه هو رقم 1 في الالماني يعني اينس. ليه ما حطيتش حرف الاس؟ هنعرفه بس واحده واحده. هنا هقولها اين بس، اسيست اين هو، واروح كاتب كلمه 50 اللي هي فينفتسيش، فكلمه فينفتسيش اللي هي 50، اسيست اين هو فينف تيش. طيب ناخد واحدة كمان، 12:55. طبعا واحد يقول لي مش انا ينفع اقولها مثلا الساعة دي 2:50، ينفع اقول ان الساعة دي 1:05 دي هنقولها 10:45 دي هنقولها 8:05، دي اللي هي الصيغة التانية اللي هي الصيغة الغير رسمية. انما بالصيغة الرسمية انا بكتب الارقام بحذافيرها، بكتب الارقام بالظبط. ما ينفعش ان انا اقول الساعة مثلا 8:15 2:30 الكلام ده، لا انا بكتبها بالارقام بالظبط. دي بالنسبة لي الصيغة الرسمية. فهقول 12:55 is east، هكتب الاول 12 وهكتب هناك 55 ونحط في النص كلمة هو، فكلمة 12 اللي هي 12. طب اكتب هناك 55 فينف اوند فينفتسيش، ونكتب في النص كلمة هو، واضح كده؟ طيب نعكس كده، ندي ساعة والناس تقول لي الساعة دي كام. لو قلنا is east دغاي هو 90، is east دغاي هو 90، دي تبقى الساعة كام؟ هشوف الأول ده رقم كام؟ 3، وده رقم كام؟ 10، يبقى 3:10، مفيهاش أي حاجة خالص. طب واحدة كمان، لو قلنا
مثلا تين هو فين في تسيش، تين هو فين في تسيش. ادي كلمة اور اللي هي في النص اللي هي يعتبر النقطتين دول. طب التين يعني ايه؟ يعني عشرة. طب وفين في تسيش؟ يعني خمسين. يبقى عشرة وخمسين دقيقة. طيب لو قلنا الف هو فيها تسين، الف هو فيها تسين يعني ايه الف لوحدها؟ يعني حداشر. طب وفيها تسين؟ اربعتاشر. يبقى الوقت الساعة حداشر واربعتاشر دقيقة. طيب واحدة كمان، لو قلنا اخت تسين هو فنف، اخت تسين هو فنف. كلمة اخت تسين، اخت تسين اللي هي 18 وفنف اللي هي 5. واحد يقول لي يعني كده الساعة 5 و 18 دقيقة؟ لا، هي الساعة 18 و 5 دقايق، لان احنا اتفقنا ان التوقيت بيكون الساعة 24، اليوم 24 ساعة. فهنا اما بخلص مثلا، يعني اما اقول الساعة 1000 اللي هي 11، طب عايز اقولها 11 بالليل اللي هي تبقى 23 وهكذا. فهنا هتبقى الساعة 18 و 5 اللي هي كام؟ اللي هي بتساوي 6 و 5 بس بي ام طبعا، يعني دي بتساوي دي. طيب لو قلت تفانتيش هو تفانتيش، تفانتيش هو تفانتيش، الساعة تفانتيش هو تفانتيش. يعني ايه تفانتيش؟ يعني 20. وتفانتيش يعني 20، يعني الساعة 20 و20 دقيقة اللي هي الساعة 8 وثلث اللي هي 28 دقيقة. واضح الكلام؟ كلام جميل. طيب اديكوا توقيت كده وتكتبوا لي في الكومنتات الساعة دي كام. لو قلنا دغاي هو فنف اند فيا تيش، دغاي هو فنف اند فيا تيش، تطلع الساعة دي كام؟ طيب لو قلنا الساعة نوين تين هو الف، تطلع برضو الساعة دي كام؟ يبقى تاني، يبقى انا عندي بالنسبة لي التوقيت في الصيغة الرسمية بتستخدم الدقيقة وبتستخدم الساعة وبتحط بينهم كلمة هو، سهلة ما فيهاش اي ادنى مشكلة. واضح الكلام؟